السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في أرض كل حياتي. النهاردة يا جماعة جايبالكوا مشتريات التورتة والجاتو والحلويات، يعني الملفي والكلام ده كله من عند حلواني لأريزونا. ده يا جماعة في درب البرابرة، بصوا العنوان بتاعه مكتوب أهو، شارع درب البرابرة أول شارع الجيش. النوم بتاعه عنده بقى ملتزمات التورته كلها وجاتوه وكل حاجه. حاجته جميله جميله بصراحه، واسعار احسن من عندنا بصراحه. يعني انا اول مره اروح، انا رايحه على الوصف اول مره اروح بصراحه، فعجبني الاسعار عنده. بس ان شاء الله اجرب كمان الحاجات بتاعته، شكلها الحاجات بتاعته حلوه ونظيفه، هجربها ان شاء الله واوريكم برده، اقول لكم تجربتي معايا كانت عامله ازاي. هعمل لكم التورتايه وهوريكم بقى الحاجه اللي انا جبتها. ده كده يا جماعه كاكاو اسباني، بصراحه ربنا ريحته حكايه، ريحته حلو قوي وغامق قوي وجميل، تشميه اكن الشوكولاته. ده الربع كيلو ب 22 جنيه. اه بص، يعني هو مسعر كل، هو انا معايا فاتوره بس ايه، هو برضو كل حاجه كاتب عليها اهو، كاكاو اسباني ال 250 جرام ربع كيلو ب 22 جنيه. ده كده بالنسبه للكاكاو. وده كمان معاه كريم شانتيه خام، انا ما بحبش استعمل اللي هو بسكر، انا بحب اعمله خام علشان خاطر لو انا حطيت له موس، لو انا حطيت له زودت له اي حاجه تانية احب احط له السكر بمزاجي برضو، يعني ما احبش اجيب على السكر ان هو مسكر قوي او لا. بص ده كده الربع كيلو كريم شانتيه عامل 20 جنيه، او بص 250 جرام ب 20 جنيه، يعني كيلو كريم شانتيه ب 80 جنيه. انا جبت كده نص كيلو عشان ايه، اعمل تورته كبيره. وده كده موس، ده موس شوكولاته اهو، الربع كيلو عامل 16 جنيه. وده كده الباستري، انا جايبه برضو من موس نص كيلو كوسين، بس هو عامل اللي هو مكيس عنده لكيس ارباع. وده كده الباستري الربع كيلو ب 12 جنيه. ده الباستري بقى جبته عشان الملفيه وعلشان برضو لو احتجت حاجه ثانيه. جبت كيسين، خليه قلت انا اعمل واحد اعمله من مع الملفيه واصوره معاكم وواحد تاني. وده كده الشوكولاته الخام، الشوكولاته دي جولدن باك ب 40 جنيه كيلو. ده الربع 250 جرام اهوت ب 10 جنيه. بس الشوكولاته بصراحه ربنا شكلها جميل قوي، هو قال لي جولدن باك، بستعمل جولدن باك والمتحده، وانا بحب بصراحه استعمل من عنده الحلوين. وده كده جيلي، الجيل بتاع الايه الملمع، لو انا عايزه اصبه على التورته او على الجاتو بعمل. جبت منه دي العلبه ب 17.5 على ما افتكر، يعني دي المانجا اهي، وجبت منها الشوكولاته، وده جبت منها الكراميل، ده الكراميل، وده كده الفراوله، عشان لما اجي اعمل معاكم جاتو ان شاء الله احط بقى من الاشكال دي. بصوا كده ممكن تصبيه على التورته، هو ده ما تعمليش فيه اي حاجه، بتقلبيه كده بس كده بمضرب ولا بمعلقه ولا اي حاجه، وتصبيه عادي على التورته بنفس المنظر ده كده. لو انت عايزه تبقى بجيل بقى جيل ملمع بس كده وخلاص. ده كده جبت الحليب المكثف، دي ب 35 جنيه برضو، هدخلها معاكم في وصفه ثانيه برضو. وده كده ورد احمر كده اللي هو عامله عجينه السكر. في بصراحه ربنا اشكال كتير قوي مش الشكل ده، بس انا عجبني الشكل دوت عشان ايه، حاسه ان هي مناسبه مع التورته اللي انا هعملها، جميل قوي. وحاسه ان هو رايق كده وصغير، في اكبر منه، في ورده واحده كبيره ممكن تحطها في نص التورتايه، في ورده عباد الشمس، في ورد هناك كتير قوي قوي، بس انا للاسف ما عرفتش اصور وانا هناك. ودوت كريزه اهوت، الورد دوت بيتهيألي الطبق ده ب 22 جنيه بيتهيألي كده، اه والكريزب بتبقى ب 10. وده كده كومبوت، انا عندي كومبوت خوخ في الفريزر، بس ده كده جبته لقيته مختلف عن اللي عندي، ده مشكل فيه فواكه كتير والفواكه فيه متقطع صغير وكده، حاجه جديده يعني اول مره اشوفه بصراحه عندي، فقلت اخده واجربه ايه مفيش مانع يعني. وده كده كيس الحلواني، دي كيس حلواني كده، ده 25 كيس مكتوب اهو، 25 كيس ب 20 جنيه، يعني الكيس مش محصل جنيه، بدل الاستعمال مره واحده. انا عندي كيس الحلواني اللي انا بستعمله بتاع البسكويت وكده، عندي كيس حلواني اللي هو السيليكون، بس انا قلت اخد دوت اللي هو استعمله مره واحده. ودي القواعد، دي انا جبت قاعدتين من فوق بعض، يعني ايه يعني، بص عشان اما اجي اعمل التورتايه بعملها هتتعمل على قاعدتين كده، جبت القاعدتين، القاعده دي ب 4 جنيه والقاعده دي ب 5 جنيه.
جميله بصراحه بتنفعني، وما اعرفش طبعا الواحد مش عارف يتحكم في التورته غير بيها. ده كده الترانسفير، جبت كده على شكل فراشه، وده كده على شكل التخرج. انا عامله تورتايه، ابن اخت جوزي نجح السنه دي في الكليه، فايه عايزه اعمله تورتايه بنفس بالمناسبه، فجبت له بقى بتاع التخرج وكده. عقبال اولادكم يا رب. وطبعا انا كنت عايزه اجيب له كلمه الف مبروك، بس ما فيش بقى بصراحه الف مبروك غير دي قد ايه. وده كده انا ايه، انا ما عرفتش اجيب الف مبروك بقى للنجاح، انا ما لقيتش حاجه بصراحه انا توافق النجاح خالص. انا عماله اقول له شوف لي اي حاجه، دي اللي عرفت اجيب التخرج ودي الف مبروك. فدي بس ايه، دي ممكن تتعمل بتعملها العروسه او العريس وكده، عشان فيها مكتوب كتير، فيها عرسان اغلى عريس واغلى عروسه وزي ما انتم شايفين كده. فبس ايه، فيها الف مبروك لوحدها هي، قلت تاخد ايه كام واحده اللي فيها الف مبروك لوحدها دي كده، اعملها له واحط له كده ان شاء الله. شوفوا التورته هتعجبكم باذن الله، وعبال اولادكم يا رب كده، وتفرحوا بنجاحهم وتعملهم احلى حاجه. فاحنا الواحد يعني اي حاجه بستوديه برده، دي ممكن برده اعمل منها واحده ولا حاجه احطها تبقى منظر على التورته، دي منظر. ده كده ملفيه بقى، ما ملوش دعوه بالتورته ولا حاجه، ده ملفيه ومقفول زي ما هو كده. هفتحه معاكم برده لما اجي اعمله. ده كده ملفيه مربع، فجبت منه ده كده يعتبر 950 جرام ب 42 جنيه. فاعملها اعمل صينيه ملفيه، طبعا عارفين الملفيه سعره غالي جدا بره، فانا جبت له زي ما انتم شايفين جبت له الباستري، واعمله بالباستري والكريم شانتيه. فانا هوريه لكم وانا بعمله، وان شاء الله يعجبكم، وان شاء الله يكون الحلقه عجبكم. انا جبت بص ده برده، ده كريسبي فضي، هيمشي مع التورته الشوكولاته عشان هعمل تورته شوكولاته وتورته فاكهه. وده كده السكرابر، انا عندي سكرابر تاني، ده ثلاثه مع بعض كده بالمنظر ده كده، هما شكلهم دول ب 15 جنيه، رخاص جدا، مش حاجه. فعادي انا بستعمل بسكينه بمعلقه سيليكون، بس يعني دول مش غاليين، 15 جنيه مش حاجه، عشان لو انا عايز شرشر الجلاب ولا الكلام دوت، دي مش شرشره بس ما فيهاش سيده. وان شاء الله يبقى معاكم معايا في الفيديو وتعجبكم التورته باذن الله. والعنوان يا جماعه اكد لكم تاني، 18 شارع البرابره، اول شارع الجيش، ده كل متخصصات الحلويات عنده، ورود للاكل صراحه، الاكل زي كده حاجات جميله تحفه بصراحه. انا عجبني قوي اول محل، فقلت اروح تاني. انا رايحه بصراحه رحت كده، انا قعدت ابحث احسن محلات بتبيع الحاجات دي، فلقيت اربع محلات، ومن ضمنهم الاريزونا دوت، من اشهر المحلات اللي بتبيع المنتجات التورت والجاتوهات والكلام ده. فهم يعتبر تلات محلات او اربع محلات بس اللي بيبيعوا، المشهورين قوي بالحاجات حاجاتهم النظيفه والكلام دوت. فلو عجبكم يا جماعه روحوا واشتروا منهم، حاجه جميله قوي. انا برده جايبه كسب تاني سايب مش من عندهم، ده ملون برده، هنحتاجه برده ان شاء الله في التورته، هوريكم هحطه في التورته الفواكه. فانا هوريكم بقى، انا الحاجات دي انا جبتها من عنده هو، بس انا جايبه حاجات تانية ادخلها معاكم في التورته ان شاء الله واوريها لكم. وان شاء الله يا رب الفيديو يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش يا جماعه في تعليقاتكم الجميله والسبسكرايب واللايكات بتاعتكم دي، عشان خاطر الناس كلها تشوف الفيديو، وعشان لو حد من نفسه يشتري حاجه زي كده ومش عارف يشتريها منين، فاحنا كده بنفيده ان هو يعرف يجيب منين حته رخيصه مش غاليه، منتجاته رخيصه والله عندنا هنا خالص، وحاجته نظيفه وجميله ما شاء الله عليه، ربنا يبارك لهم. ويلا يا جماعه سيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.